بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. بني هذا المسجد منذ 10 سنين أو أكثر، وهذا المسجد يعاني من معاونات ومن مساندات، ولكن والحمد لله رغم هذه السنين كلها والحمد لله وصلنا إلى ما وصلنا إليه بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل إخواننا وأخواتنا المسلمين المحسنين والمنفقين في سبيل الله. ونرجو من الله سبحانه وتعالى يا إخواني وأخواتي أن تساهموا معنا في هذا المشروع، وكل من يهم الأمر أمر بيت الله. إخواني وأخواتي في مشارق الأرض ومغاربها، نناديكم يا إخوان من كل هذا المكان ومن أرض هذه البلدة ومن هذا المسجد الذي ترونه هكذا الحمد لله. والمسجد يحتوي على 4135 متر، أكبر مسجد عندنا هناك لكنشوف فيه أكبر مسجد يستوي على 4135 متر، وفيه 7 أقسام، في 4 أقسام للبنين، وفي 3 أقسام للبنات، وفي طباق للنساء وطباق للرجال. وهذا يسر كل مسلم ومسلمة، وكل غير على دينه، وكل غير على هذا المسجد وعلى هذا البيت. ساهم يا إخواني، ساهموا يا أخواتي في هذا المشروع، جزاكم الله خير. أذكركم بأن آخر هذا الشهر شهر نوفمبر 28 و29 و30 ستكون الحملة إسلام التيفي إن شاء الله، ستكون هذه الحملة على طريق إسلام التيفي إن شاء الله، وسيحضر معنا طارق ابن علي والأخ عزيز سيحضر معنا إن شاء الله. وبادروا في الأعمال الصالحة، وبادروا بالأعمال الصالحة، وبادروا بالمحاضرة معنا إن شاء الله. لا تنسونا في هذا الموعد، وجزاكم الله خيرا. وصلى الله على حبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.